بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل الجزء المتبقي من هذا الفصل، واللي وصلنا إلى فقرة الغاز ريزيرف، أنه كيف نحسب الاحتياطي مع الغاز. طبعا ولو أنت لو تطلع على هذه الفقرات اللي موجودة تحت هذا العنوان راح أشوفها، يعني ما أكفت شيء أنت ما مر عليك، لأن أنت عندكم في درس هندسة المكامن أنه بالمواضيع الأولية أو الفصول الأولى راح تدرسون أنتم الماتيريال بالانس، وأول نوع من المكامن راح تدرسوها هي المكامن الغازية. بس احنا راح نمر عليها يعني مرور سريع، لأن باعتبار هذا هنا راح يساعدنا إعادة لهندسة المكامن، واحنا ما نريد نعيد المعلومات اللي عندك. المهم احنا عندنا طريقتين في حساب الغاز ريزيرف. عندنا طريقة الفوليومتريك ميثود، وتلاحظ أن طريقة البوليومتريك اللي هي موجودة في قانون 362 معادلة بسيطة جدا، الـ A في الـ H بالبوروسيتي، هذا البور فوليوم مضروب 3.4×5.60، هذا حتى يحول إلى الأقدام المكعبة مع الـ أكر فوت، و ماينس S W I على الـ B G I. ف يعني معادلة بسيطة وتطبيقها كلش بسيط، ما تحتاج فتشي، واكو مثال مباشرة من عليها. واحنا طبعا هذه المعادلة ممكن ان تطبقها اذا تريد تحسب الغاز بروديوس، فيساعدك الانيشال غاز ناقص الريمينينج ايش وقت عندما يعني تحسب البي جي عند الاباندمنت بريشر. فالفرق ما بين دين العاملين ينضرب هذا الفاكتور الثابت، هو فراح نحصل على الجد غاز برودكشن خلال فترة يعني بداية استغلال الحقل وإلى حد النضوب. زين، وهذا مثال موجود. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الماتيريال بالانس، وهنا طبعا تعرف أنت هاي الطريقة تطلب من عندك يعني enough production pressure history available for the gas reservoir، وبالإضافة إلى المعلومات الأخرى اللي هي ما يتعلق بالضغوط والA والH والفاي والSW، وهي بدت حتى في كتاب المكامن. إذا تلاحظ هذا الكتاب هو أول ما بدأ في عملية الاشتقاق أيضا بالماتيريال بالانس، هاي طبعا طريقة البوليومتريك، و هذه الطريقة P على Z، طريقة الماتيريال بالانس موجودة أيضا، يعني نفس الأسلوب أو نفس الطريقة ونفس الرسومات ونفس التفسيرات موجودة في كتاب المكامن. هذا طبعا كتاب كرافت هوكنز اللي هو Applied Reservoir Engineering. زين، المهم يعني هاي مرة عليكم، نرجع منه أنا أيضا، هو عدد المولات المنتجة يساوي عدد المولات الأصلية ناقص عدد المولات المتبقية عند ظروف من ضغط الموجودة. وباستخدام معادلة الـ PV يساوي نتيجة RT اللي هي الـ Equation of the State للغازات، بس هذه الحقيقية الريال وليس الـ Ideal، فوصل إلى هاي المعادلة، ومن عدها وصلنا إلى المعادلة يعني الاشتقاق. زين، وصلنا إلى معادلة اللي هي 367. بالله شوية هاي خلونا خلي لي بالك على هاي 367، هذه شوية المعادلة كلش مهمة وضرورية، لأن هي راح تبقى هاي عندنا بال يعني بالفصل. هسه من أمشي ماكو بالفقرات مال الغاز ريزيرف، كل ساعة يرجع يشير إلى هاي المعادلة. فهاي المعادلة شو تساوي لنا؟ تساوي لنا P على Z تساوي لنا P I على Z I ماينس هذا فاكتور. ليش؟ لأنه هذا معروف، يعني هاي قيمته معروفة، لأن T F هي درجة حرارة المكمن، T ستاندر كونديشن، B G I أيضا محسوبة، P ستاندر كونديشن 14.7، الانيشال غاز ان ذا بليس أيضا هذا محسوب مثلا من الفوليومتريك أو قيمته، يعني العفو هذه الجي لا مطلوب هسه إيجاد هاي القيمة.
والجي بي هو مقابل البريشر، يعني عند كل ضغط انت ايش قد كميات الغاز برودكشن عندك. فهاي المعادله 367 شوي ركز لي عليها، هي نفسها طبعا صوره اخرى لي يعني اقدر ان احولها الى جرافيكال، يعني شكل الى شكل بياني. زين، فألاحظ انه هذه المعادله هي عباره عن معادله، ممكن هذا ثابت، هذا ممكن هذا ثابت، فمعادله خط مستقيم ذات ميل سالب، اللي هو الكعبه اشاره ناقصه الموجوده. المهم، فالمعادله 67 كان also expressed in the terms of the recovery factor للجي بي على الجي. فالرسم زين اللي تروح الى 328 باوع، انت اما ان ترسم، تقدر ترسم البي على الزد مع الكميوتيف جاز برودكشن، وهذا هذا خط مستقيم. انت ايش قد تحتاج الخط المستقيم؟ يعني المينيمم قراءتين بس، يا قراءتين لازم يكونون دقيقه ومضبوطه ومعتمده. ليش؟ لان انا راح ارسم خط مستقيم بعدين راح اسوي لك اكستراكوليشن، مره تقاطع مع الاكس ومره تقاطع مع الواي، مع الواي حتطلع لي البي اي والزد اي، ومره اطلع الانيشال جاز ان بليس. اما اذا ترسم هاي المعادله اللي هي هاي 68 زين، فاللي هي ريكفري فاكتور، فايضا هي جي بي على الجي مع ريكفري فاكتور طبعا، ولقيم من البي على الزد، ونفس الشيء بعدين اقدر استخدمه. فهو لذلك هذا المثال اللي حاسبه يعني راسمه، ايش قد عنده كم فتره انتاجيه؟ عنده 5 فترات. فإذا 5 نقاط كلش كافية توضح عندي الخط المستقيم، يعني أقدر أمرر أني أفضل خط مستقيم. سوي لك إكستراكوليشن حتى يتقاطع مع من أنا الواي أكس، حتى تطلع البي أي على الزد أي، زين، وإذا عندك البي أي معلومة تطلع عندك الزد أي، وإذا الزد أي معلومة تطلع لك البي أي، وهنا أنا أطلع الإنيشال جاز إن بليس إيش قد. زين، هذه بالنسبة إلى المعادلة أرجع عليها اللي هي 67، شوي أحفظ إياها ودير بالك عليها. جيد. او اكتبها شيء على ورقه وبعدين امشي بال يعني فقرات، راح اشوف لك وترجع عليها. هذا يقول اني هذا المناقشه اللي يعني خليتها بالمعادله 367 كنت افترض انه مي ماكو، يعني ما عندك ووتر ان فلكس، يعني عندك فوليومتريك ريزرفوار. لما تجي تاخذ المعادله مره ثانيه، هي نفس المعادله اللي هي 67، شوف انا قلت لك ترجع عليها، راح اشوف انه ناخذ من تاثير الدبليو اي، وطبعا انت عندك قيمه الدبليو اي انت تقدر تحسبها بطريقه الفان ايفرنجن هيرست، اللي هو يعني حل الديفيزيبيتي بالنسبه للووتر انفلكس. ف انت تعرف كل زين انه الووتر انفلكس وذ تايم يزداد، مو صحيح؟ طبعا من يزداد يعني يدخل الماء داخل البورز، يعني مع مرور الزمن راح يصير عندك الجاز اكيفايز البور فوليوم راح يقل. فانت من تيجي ترسم البي على الزد مع الجي بي زين بوجود الافكت اوف ذا ووتر درايف، راح تطلع عندك كم سيناريو، يعني كشكل قصدي للخط اللي هو يفسر لك يعني كم سيناريو اللي هو قد اما يكون سترونج عندنا، وقد ما يكون مودريت، وقد ما يكون ويك. طبعا هذا الخط بعض الاحيان يصعد، يعني هذا من هذا الشكل يجي، اذا صعد عندك هذا فيري سترونج ووتر درايف، وعندنا هذا المودريت، وعندنا الويك اللي يكون كلش قريب من الخط المستقيم اللي هو الفوليومتريك. اكو بلوت اخر مو بي على الزد مع الجي بي اللي هو ميوتيف جاز برودكشن، وهو يطلق عليه اسم الانرجي بلوت. هذا شنو؟ هذا اكو كثير من الطرق يعني اللي ممكن يعني طريقه الجرافيكال اللي هي اساسا جايه من معادله 367 او فكره معادله 367. يقول انه انت عندك البي اس ستاندرد كونديشن زد اي على تي اف، البي هذا هو عندك هذا بي جي اي، فاقدر انا شوي اسوي تحوير هاي المعادله. الان راح اكتبها بطريقه 371 هذه المعادله، وإذا افترضت إنه هذا صفر زين، فتحول هذا شكلها، هذه شكلها. شي خليني آخذ لوغ طرف لوغاريتم الطرفين، راح أروح على ورق اللوغ وراح أرسم الواي زين
مع ال X axis. راح أروح أرسم يعني ال Z I Z 1 minus Z I P على P I Z versus G P on a log log coordinate will yield أيضا straight line with the slope 45. زين وال extrapolation to the one of the vertical axis عندما P ساوينا صفر now yields the value of the initial gas in the place اللي هي قيمة G. The graph obtained from this type of analysis now have been referred to as energy plot. هذا الجراف إذا استخدمته بهالطريقة أطلق عليه اسم الانرجي بلوت. وهذا في الحقيقة يوضح لي الاكتيفيتي مع الووتر انفلكس. الووتر انفلكس يعني earning the life of the reservoir. يعني إذا كان عندك إذا W zero زين for the slope of the plot will be شنو less than 1. احنا ايش قد ردنا؟ احنا ردنا ان يكون الخط 45 الميل واحد. اذا كان عندنا الووتر انفلكس مال الريزرفوار عالي يعني بايرلي اوف ذا لايف والدبليو از نوت زيرو ذا سلوب اوف ذا بلوت ويل بي less than 1 اند وود اولسو ديكريز وذ ذا تايم بينما الدبليو هو انكريز وذ تايم انكريز بالسلوب only occur as a result of the either gas leak from the reservoir or bad data. طبعا هو هاي الانسرتينتي مال البيانات كلش مهمه. Since increasing the slope would imply the gas occupied for volume was increasing with the time and this is also true for the plot of the PZ مع LG. Detection of the production problems by the observed anomalies in the plot discussed in this chapter. هذا الشابتر 9 من هذا الكتاب يعطيك الانوميز. الابنورمال بريشر، الابنورمال بريشر يعني الهاي بريشر. شوف انت الغاز بصوره عامه الكومبرسيبلتي مالته كلش عاليه، فاذا انا ايش عندي بالمكمن الغازي؟ انا عندي ماده صلبه اللي هو الصخور وعندي الماده الغازيه اللي هو الغاز اللي موجود اساسا من البورز وعندي الليكويدز اللي هو اساسا الانترستيشال ووتر اللي هو اور نسميه الاورديسول ووتر. فالكومبرسيبلتي لانهم الغاز عاليه لذلك أثناء عملية الـ expansion بالإنتاج compressibility هاي تفوق مال يعني المادة الصلبة والغذية. فذلك أكو أنا عندي في حدود معينة أنا أقدر أسوي ignore للـ C مال الـ F والـ CW وما يأثر تبقى عندي بس عند الـ CG. لكن أنه عندنا إحنا abnormal pressure reservoir يعني ضروري أنك أنت تدخل قيم الـ compressibilities في يعني في معادلة 367 فيصبح شكلها هو هذا الشكل. An estimate of the effect of the water under compressibility on air estimating gas in place equation بال 367 هنا بروسيجر أنه يجب أن تعرف قيمة الإيرور وشلون تحسبها من المعادلة سواء كان من 67 أو تحسبها من 74 يعني من تحسب الكالكوليتد مال الجي وتدخلها بالمعادلة على متحسب جيد percent error. طبعا إذا مكامن يعني abnormal pressure أو high pressure يعني تأثير ال compressibility مهم بالمعادلة فهي بالتأكيد راح ينطيك فد نسبة من الإيرور وهو أنا أقدر أحسب نسبة الخطأ من 3-75. إذا من هاي المعادلة اللي تلاحظ بيها وجود تأثير الـ compressibility مع الـ CF و CW that can be said that error in the G obtained from the plot of PZ versus GP increases as the knee increase. What has been found that for the values of the PI less than 500 وذي النيه هلقت قيمهن فممكن أنه negligible بال يعني بالقياس مع تأثير الغاز. هذه الفقرة فقرة الـ Well Accomplishing Effect أنت من معلوماتك الأولية في الإنتاج والإكمال أنه إحنا كم نوع عندنا من الإكمال؟ إحنا عندنا الإكمال المفتوح وعندنا الإكمال المغلق. الإكمال المفتوح وبصورة مبسطة تعرفها أنه الـ Casing Seating يجلس في أعلى الطبقة المنتجة أي ما معناه أنه الطبقة المنتجة هي كل المقطع المحفور مع الطبقة المنتجة هو شنو؟ Exposed to the production. فما عندنا تضييق أو تحديد بمنطقة الإنتاج وإنما هذا. وذلك بعدين إذا ننتج من casing أو ننزل
تيوب يعني باكر تيوبينج راح ننتج من تيوب فالإنتاج راح يجينا من كل طبقة. لكن هذا الفكرة مال الإكمال المفتوح طبعا في مشاكل وهو فكرة قديمة بالإكمال وما أقدر أني يعني مثلا سمك كذا 100 متر من الطبقة كلها أخليها مفتوحة وأخليها أنتج فسووا فنجينا باتجاه الإكمال المغلق. الإكمال المغلق يتطلب أنه كيسينج ينزل يعني أمام الطبقات المنتجة أمام الطبقة الواحدة المنتجة وبعدين تدري أكو سمنت زين الآن أصبحت عنية هذه بعد ما أشوفها فلازم أسوي عملية perforation حتى أسوي communication tools ويا الطبقة على مود حتى أحصل على الماء. هذه الإجراءات اللي قاعد نسويها واللي نذكرها ما يعني هذه كلها عمليات تزيد من مقادير هبوط الضغط يعني خسران بالضغط وعمليات restrictions همينة. فمثلا أكو عندك مثلا قسم من الطبقات مثلا هي unconsolidated فحتى من تقوب راح يعني الرمل راح ينتج ومع مرور الزمن قد تغلق هاي المنافذ يعني perforations بسبب وجود فمثلا هيك حالات أنا يعني أفكر بغير طريقة بالإنتاج أنه تنزل لاينر واللاينر هذا يكون سلاتد يعني مثقب أو perforated لاينر وتخلي وراها يعني ورا اللاينر يعني بينه وبين الفورميشن أو بينه وبين الكيسينج تخلي جرافلز أو فتساند مصنعة بأحجام معينة بحيث أنه عملية جرف لهاي الرمال أثناء عملية الإنتاج طبعا تدري أن أنت عندك يعني فرق بالضغط فيدفع الفلويد فيدفع ويا هاي الانكونسايد ستانس فحتى يترسب وبعدين يبقى يعني مستمر انه انا عندي احصل يعني انتاجية من الفلويد اللي قاعد انتجه باقل ما يمكن من الساند المنتج زين. فهذه مثلا هم طريقة من طرق الانتاج. هذه الكلام بدنا نحكيه هذا تأثيراته على الويل يعني deliverability أو على well production capacity هذه كلها عوامل تلعب دور كبير في يعني في عملية الإنتاج يعني في تنبؤ بمقدار الكيو والفلوريت بمقابل المقادير الضغط سواء اللي هو الـ PWF اللي قاعد أنتج فيه. هذه شلون أنا أقدر يعني أحسبها أشوفها أتنبأ بيها هم أرجع على معادلة دارسي مثلا أنت عندك الإكويشن هذه مثلا عندك هذا الإكويشن of the gas flow اللي هي هذه واللي هي 13 هاي المعادلة وردت في بداية الفصل أثناء ما تكلمنا عن الفلور جيمز وعن المعادلات الجريان. إجانا هنا بالمقام أكو معامل اللي هو S bar والS bar can be obtained of a single test بينما الS والD يحتاج مو single transient test لا يحتاج require transient test conducted at two different rates حتى معادلتين آنية حلها وطلع قيمة ال S وال D. فلذلك المعادلة اللي هي 13 واللي هي مال وهي نفسها طبعا هذا شوفه ماكو كتبت بهاي الطريقة بطريقة الـ deliverability equation راح اكتبها بطريقة يعني AQL زائد BQ سكوير تذكرون هاي احنا حكينا بيها هاي مال اخذنا الجسم. فهاي البارامترات عندي بارامتر A هذا اسميه laminar coefficient بينما الـ B هو turbulent. هذا الـ A افصله الـ A هو عبارة عن laminar reservoir component laminar perforation component والlaminar gravel باك يعني كومبوننت يعني حسب الحالة الموجودة عندي هذا طبعا يعني نفس الشيء البي تربلنس ريزرفوار بيرفوريشن فهذه فاونلي ذا فاليوز اوف ذا اوفر اول كوفيشنت اي اند بي كان بي اوبتين فروم ذا ويل تيست اند ذيرفور ايكويشنز فور ذا استيميت ذا فاليو اوف ذا كومبوننت ماست بي افيلابل فور ايتش اوف ذا ايزوليتد. لما تيجي مثلا للاوبن هول كومبليشن الـ open hole completion عندك PR سكوير معنى PWF يساوينا AR
AR Q standard condition زائد BR Q standard condition. يعني أخذنا تأثير الرزبوار فقط، بينما تركنا perforation وتركنا تأثير الجرافل لأن هو open hole لأنه ما موجود عندني. زين، فإذا في laminar reservoir يعني أنا ما استخدمنا النيجة. فإذا the laminar reservoir component includes the effect of the Darcy or laminar flow per reservoir by actual formation damage or stimulation. فإذا هذا الـ AR وأخذ تأثير الـ SD، والـ SD هو شنو؟ هو skin factor due to the permeability alteration around the well، وقيمته تحسب مننا واحتاج إلى فحص لأنه حتى طلع الـ KR والـ KD، لأن الـ KR مال reservoir والـ D مال ultra zone مال ultra zone permeability. أوكي؟ زين. فالـ actual calculations of inaccurate SD هذا يجي from the transit test. زين، الثاني الـ BR هو يحسب من الـ be low. طبعا BR is usually be low except for the high gas rate، ويحسب من هنا، وهذا الـ velocity coefficient هذا الـ BR من هاي المعادلة. فـ AR و BR values can be calculated if a value of the D is available from the transient test on the open hole compressions. The units طبعا هاي بتكون متوافقة مع المعادلة. من نجي للـ perforation ايضا هم نفس المعادلة، معادلة هي معادلة 13، وين 13 صارت بشكل 3 11 3 11، عجبتها خليتها هنا. زين، فاقدر اقول PR سكوير يعني بي افريج، PR افريج سكوير ناقصها بي دبليو سكوير يساوي لنا AR زائد AP و PR زائد P. يعني هنا ايش اخذنا باعتبار؟ اخذنا باعتبار البرفوريشن. فاذا اللاملر كوفيشنت راح يكون عندنا، لاحظ راح يكون عندنا 1400 كذا اس بي زائد اس دي بي. الاس بي هو الايفكت اوف اسبكت اوف ذا كونفرجنس انتو ذا بيرفوريشن. زين، ايفكت اوف فلو كونفرجن انتو ذا بيرفوريشن، وال هذا بعدين. والاس دي بي هو الايفكت اوف ذا فلو ثرو ذا كومباكتد and the damage zone around the perforation. إذا الـ D هي جاية من الـ damage، والمنطقة الـ compacted around هي high. شوفوا شباب، هذا هاي السمنت، هذا الـ perforation، هاي منطقة الـ compacted، هذه هي اللي حول الـ perforation اللي ممتد لمسافة معينة. زين، طبعا كفاءة كل طريقة، يعني كفاءة كل طريقة إكمال تعتمد على عواملها وظروفها. هسه مثلا هذا البرفوريشن، أنا إيش قد عندي برفوريشن، العدد إيش قد يخترق المكمن، إيش قد كثاف يعني اتجاهات البرفوريشن، نوعية البرفوريشن، كل هذه شنو بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالمكمن، هاي لها علاقة بالإفشنسي مال برودكشن. فإذا insufficient data regarding the perforation none، فالفاليو الاس بي اللي هي يعني الافكت مال تاثير البرفوريشن، والافكت اللي جاي من منطقه الكومباكتد حول البرفوريشن. زين، فهذا مثلا شوف الاس بي هذا، طبعا هذا يعني سكين جاي من تاثير البرفوريشن. زين، هو مثلا فانكشن المن للبرفوريتين دنسيتي، برفوريشن لينث، برفوريشن دايامتر، ريشيو اوف ذا فيرتيكال تو ذا هوريزونتال بيرميابيلتي اند دامج زون راديوس، لان كلهم يؤثر على قيمة الـ SP. فهنا هذه هي عندك. زين، قلنا العدد مع الـ perforation ويعني كثافته ضمن وحدة المساحة، وإجقد طولها يعني extendable في هذا، وإجقد نسبة النفاذية مع الـ reservoir العمودية أو لل هنا عندك الـ horizontal permeability، vertical إلى الـ horizontal هذه، ومثلا عندنا هاي النسبة الـ H إلى الـ HP اللي هي سمك الطبقة المنتجة إلى السمك مال الـ يعني الـ HP هي سمك المنطقة المثقبة، الـ HP perforate interval
والتوتال بيرفورميشن 1. النوم هذا النوموغراف presented by their locks as I showed the figure 33. هذا الشكل اللي عبرناه نوموغراف. نوموغراف هو حلول المعادلة. حلول المعادلة يعني تدخل بمنطقة وتتقاطع مع الخطوط للقيم الموجودة وتحسب من خلالها. هذا الحلول يعني السريعة. بس احنا عندنا معادلات يعني ان كان عندنا نحن بيها. نفس ماكلويد هو صاحب يعني دراسة الكلوز يعني كومبريشن وتأثيرات البرفوريشن على إنتاجية الأبار الغازية. فهم derive an equation to calculate the effect of the flow through the compact zone. فهذه هي سكين جاي من تأثير ال يعني compact zone. فشكو عوامل مثلا موجود مثلا عندك ال LP perforation length and total number of the perforation وهكذا بقية العوامل الأخرى. نصف قطر perforation نصف قطر compaction زين. وهذا الشكل هو دي يطلع لنا إياها اللي هي كل البارامترات هي معادلة 3.83. هذه كانت بال A. وين كانت بال A اللي هو هذا اللامينر. من نجي للتربلنس من نجي للمعادلة الثانية التربلنس اللي هي تاخذ باعتبار وجود السرعة اللي هو نحسب هنا أيضا إلى عوامل أخرى أيضا معرفة كلها زين. وthere are several variables in the equation for the perforated compression that are hard to determine and these include the altered zone permeability, the compacted zone permeability يعني الKD والKD يعني هاي الالتر زون هذه الKR لا هاي أنا أثر عفوا KD والKDP compacted zone permeability لأن الاثنين يقول مش صعب عن هذا يعني أحسب قيمة ال permeability. The compacted zone permeability, the compacted zone radius perforation إلى آخره. فد مجموعة من العوامل. فأكو فد ستاندر موجود هو ال APIRPR 43 هذا رقمه. يمكن هذا شوية يساعدنا في حساب هاي البارامترات لأن يعني ضروري كلش مهم أنا أدخلها في هاي يعني معادلات مال ال SDP وال PB وال SP كلش مهم هاي البارامترات أنا عندي. لذلك استفاد من فد ستاندرات موجودة مع هاي أغلبها طبعا في مجال هندسة الإنتاج وفي موضوع البرفوريشن يعني الكمال بالذات. فاستفاد من عندها هيجي نوع من العلاقات هيجي نوع من الجداول هيجي نوع من القياسات وأقدر أن أستخدمها في هذه المعادلات. مثلا هذا نوع من الجداول الموجود في البرفوريشن باراميتر جايدلاينز. المهم أنا بس أريد أوصل إلى أن أطلع هاي البرامترات حتى أعوض حتى أحسب قيمة أو أربط مع الويل ديليفر ابيليتي إيكويشن. الحالة الثالثة بالإكمال الكلوز وهي الانكونسوليديتد ريزرفوار اللي هي أنه أنت عندك هذا الكيسينج البرفوريتد كيسينج وهذه قعدنا العفو هذا لاينر وهذا هو الكيسينج البرفوريتد وأنا هنا عندي جرافل منطقة جرافل. فإذا the equation for the gravel pack compression is راح تكون عندنا ريزرفوار وبرفوريشن وجرافل زين. For the most gravel pack wells the formation now will have a highly permeable because of the unconsolidated nature of the sand. إذا الformation يعني نفاذته كلش عالية يعني هو unconsolidated sand رمل ومشبع بهيدروكربون يعني بالبتروليوم. And this was also resulted in the minimum damage from the compacted zone around the perforation. However, the effect of the liner linear flow through the perforation tunnel that's filled with the packed sand now called a significant Nandarcy flow pressure drops and the equations أحسب الـ AG والـ BG الجدة تطلع لي يعني عندي الـ AR عرفتها معادلتها والـ AP هم عرفتها بالجزء قبله فقط بس البارامتر الثالث هذا أحسبه اللي هو الـ AG هاي هماتين القيم مالته زين. وهنا أنا طبعا the following data from the Gurley هذا شخص اشتغل على gravel packing. هنا طبعا عندك KG gravel permeability والperforation tunnel length هذه
اللي هو العيال. زين، وهاي عندنا قيم من جارلي. سكيماتيك اوف ذا جرافل باك كومبلشنز از استريتد بالشكل هذا موجود، هذا الشكل 32 شفناه. Whereas illustrated in other shikis, so the tunnel length is defined as the radius of the hole minus outside radius of the screen. إذا يعني هاي هاي المعادلة وصلوا لها إنه شلون نطلع طول ال يعني find the tunnel length. Tunnel length. شلون نطلع tunnel length؟ بتقول ال hole diameter radius minus the outside radius of the screen. السكرين يعني الجزء المثقب راح تنزل اللي هو مثلا السكرين يعني هذا شلون نقول مقطع الانبوب المثقب المشبك هو هذا، فالاوتر مالته فاذا نصف القطر الكبير اكبر بالتاكيد ناقص الاصغر اللي هو الخارجي مال نطلع طول شو اسمه التنل لينث. Analyzing graphical pack component it's some times now convenient to break down the total pressure drop into the two separate components, and that's pressure drops in the reservoir and the pressure drops in the gravel pack, and this is can be expressed yani P average minus PWSM and P average minus PWF S زاد PWS ناقص PWF. يعني بعض الأحيان من المستحسن أو من الممكن أنه أحسب هذا الـ P average minus PWF بطريقتين بالضبط، اللي هو هذا يعني عبارة عن مجموعين، يعني مجموع الهبوط الأول زائد مجموع الهبوط الثاني. يعني من المكمن، شوف من المكمن إلى الـ PWFS، من هو الـ FS اللي هو هذا الـ most يعني operator agree that the pressure drops across the gravel pack PWFS minus PWF. PWF موجود ولا في قاعدة، بس ال PWFS اللي هي هذه يعني المنطقة اللي هي يعني منطقة اللي هي بها التنلز مال perforation واللي تكون مباشرة يعني بعد الكيسنج، يعني يعني الساند المواجه إلى منطقة الالتر زون، هذه هي PWFS. هذه هذه كلها منطقة الـ PWFS. من بعد هاي المنطقة يسمى منطقة الـ PR، يعني المنطقة النظيفة مال الريزرفوار اللي هي Not Alter Zone. يعني زين، PWF is the pressure exists at the sound face as illustrated بالشكل 32. يعني بالساند فيس، بس وين؟ مو يعني مو بالساند فيس بالمنطقة النظيفة، وإنما بمنطقة اللي هاي حدودها منطقة الـ PWFS ساند فيس. زين، وهذه الـ PWFS مع الـ PWF هاي عبر الجرافل، منطقة الهبوط بين هذا الضغط وهذا الضغط. زين، هذا دلتا بي هي عبر المائع، يصير وين؟ يصير قعر البير. وأكو عندنا منطقة هبوط ضغط أخرى يجيني PR إلى هاي PWFS هنا، هم يتجاوز هاي كلها حتى يوصل لهنا، بينما من يجي هنا يعبر لازم جرافل، يعبر يعني حصب بأحجام حتى يعني حتى يتخلص من جرف الرمال، يعني الرمال اللي تجرف أو تنتج مع أثناء عملية الإنتاج، لأنه يعني هي طبيعة يعني الصخور ما متماسكة. النقطة الأخرى اللي يعني يتعرض لها اللي هي التايت ريزرفوار. التايت ريزرفوار يعني المكامن اللي نفاذيتها مالتها تكون قليلة جدا، يعني compacted reservoir. They predict the inflow performance for the very low permeability gas well that can be difficult because of the necessity to obtain stabilized well test. وحتى تحتاج stabilized well test وهيج نوع من المكامن نفاذيتها قليلة قليلة كلش قليلة، يعني تحتاج وقت طويل جدا حتى توصل لستابلايز. لان انا بالنسبة لي شفتوا بالفحوصات فلو افتر يعني بالايزوكرونال او موديفايد ايزوكرونال اكو اخر فلوريد
كان يريده شنو؟ كان يريده استبلايز، يعني فبالمكامن النفاذية اعتيادية ممكن في فترة زمنية معينة نقدر نوصل، بس بهيك مكامن يعني يحتاج وقت طويل، من أقول لك وقت طويل يعني بالسنين يلا يوصل إلى حالة الاستبلايز، وهذا هيك حالة ما نقدر احنا يعني نسوي فحص، هيك حالة يعني من الصعوبة جدا انك انت تسوي فحص. طبعا تقدر انت نابول ايزوكرونال مودفاي ايزوكرونال تنسر في استبلايز برودكشن، هاي حكينا عن النقطة، even though وحتى ال late limit transient analysis همتين can be used without stabilized tests using the method to generate stabilized IPR assume the well will eventually stabilize. If the gas well is drained fairly large area for the tight reservoir, the well may produce an unsteady state flow. صح صح مكمن تايت ريزرفوار ومفتوح للإنتاج وفترة زمنية طويلة وما دا يستشعر الحدود الخارجية، فبالتأكيد راح يعيش شنو حالة الانستد ستيت، مو صحيح؟ هذه معادلة تريد تحسب بيها شنو التايم، مثلا انت كان تسوي عندك استيميشن، طبعا تشتغل السكوير والسيركولر زين، وهذا عندك هاي القيم اعطاك اياها وقال لك ايش قد استابلايز تايم، شوف ايش قد تحسبه بالاورز يطلع 6.65 years. منين اكو فحص هيك شيء؟ احنا فحوصاتنا بالساعات. This is of the course extreme case and the well with the probabilities low would require stimulation or massive hydraulic fracture to be commercial حتى يصبح انتاجي، سو عملية stimulation لو تسوي له تحميض زين acidization او تسوي له يعني fracturing حتى يصير commercial. And then a procedure for the product the inflow performance of the هذا موضوع الأجار والموضوع الفراكتر الزبار نوقف لهنا لأنه خلي يعني هذا فد شيء نعطي أدفانس للماجستير أنه يدرسون الانفلو بيرفورمانس للفراكتر ريزرفوار ووضعية الفراكتر وعدد الفراكتر وامتداداته بالنسبة للمكمن، فهاي خليها للماجستير. نعم، بعد هذا الموضوع اكو موضوع هذا guidelines for the Galwell test، هذا طلعوا عليه، هذا حلو، هذا حقلي عملي اكثر ما يكون نظري، يعني انهم تسوي well testing يعني شنو طريقة الربط اللي ممكن تستخدمها سواء كان عندك sweet gas dry gas أو sweet wet gas زين أنواع ال measurements flow measurements pressure measurement testing design شلون تقرر أو يعني تصمم المعدات اللي هي راح تجي للفحص عشان تربط على راس البير، يعني بيها فت نوع من العملي اكثر ما يكون نظري، كفكره واحد يطلع عليها ياخذ فكره عليها فشي لطيف يعني زين. بعدين عندنا البروبلمز بالغاز ويل تيستينج، عندنا من المشاكل هي ليكويد لودينج والهايدريت فورميشن والويت غاز ستريمز والاريجولار فلو سور H2S وتأثيراته، يعني هذه حلوة واحد يطلع عليها يقراها يشوف تأثيرات كل مشكلة أثناء عملية الويل تيستينج تظهر هي هاي المشاكل. ماكو يعني ماكو شيء طبعا هو يعني easy going كل فحص لا اكو فيه مشاكل، فالاطلاع عليها لا بأس به بسيط وهاي البروبلمز سهلة، فلذلك انت مطالب بها هاي البروبلمز بالغاز ويل تيستينج زين، بس ما بيها حسابات، هو هنا طبعا شارحها بدون حسابات، بينما هي طبعا كل موضوع بيها حسابات بس هو ما شارح بالحسابات. اوكي اذا اللي هنا احنا انتهى عندنا الشابتر 3.
وإن شاء الله نستمر بالمادة في المواضيع الأخرى. شفنا إما نبقى على هذا المادكس وإما نروح دالدابكس أو نروح إلى كتاب آخر. إذا عندك أي سؤال أو استفسار كتبه بالمجموعة وخلينا نشوف شنو ممكن نحصل لك على جواب. نشوفكم بخير إن شاء الله ونتمنى لكم الموفقية.